بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، تواصل مستمر هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا من أرضية هذا الميدان. وشوطنا تقريبا 13 الذي انطلق منذ هذه اللحظات الجميلة، ونتمنى إن شاء الله الناموس. التواصل أيها الإخوة مستمر مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا في أرضية هذا الميدان. أذهب هناك إلى صدارة الشاط وإلى القمة. ما شاء الله الحذرة، حمدان بن حمد بن الضعية بن غدي الشبي انتقل وياكم إلى المركز الثاني اللي هي مشكورة، حمد بن الشدي بن حماد الشبي. وفي المركز الثالث المسج عبد الله بن سعيد بن محمد بن زهر الأخيري. وفي المركز الرابع أيضا شهدارة وصلت لخلفان بن راشد بن سيب الشاوي الأغفلي. وفي المركز الخامس شعار سعيد بن عبيد الحميري حاضر مع خامس المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن مع الزريق ومحمد بن سعيد بن عبيد الحميري. بينما اللي في المركز السادس، اللي في المركز السادس شعار بن واس ايضا حاضر، علي بن عبد الله بن واس الشتبي اللي يقدم الشاهنيه. المركز السابع هواجيس، في المركز السابع حمد بن علي بن سويدان الشتبي. وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن جد من شوي خلني اشوف الرقم ثامن المراكز، هناك اللي تسللت ما شاء الله تبارك الرحمن بينونه ومحمد بن سعيد بن راشد الدرعي. تاسع المراكز اللي في المركز التاسع ما شاء الله تبارك الرحمن اول ندى لهملوله سالم بن مانع الغويص. وفي المركز العاشر زعزعه وعبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. مرحبا والله بالمسافري، مرحبا بجميع الحضور، مرحبا بهذه الشعارات الحاضره الى ميدان الطي. هكذا مستمعينا الاعزاء كانت نتيجتنا هكذا كانت سوالفنا جميلة ما شاء الله. ولكن وين الحدث؟ عنده المركز الأول عودة إلى مشكورة حمد بن الشدي بن حماد الاجتبي. يا سلام النقل على المركز الثاني اللي هي هملولة سالم بن مانع الغويص. هدارة بدأت تقترب من الحدث وخلفان بن راشد بن سيب الشاوي الأغفلي. يلا يا الدرعي صاحب نقطة في مع بينونة، صاحب نقطة في يوم الأمس بانطلاقات سن الحجاج. ولكن بينونة محمد بن سعيد بن راشد الدرعي التي انتقلت إلى المركز الرابع أوصلت الشاهنية. علي بن عبد الله بن علي بن واس الشتبي شعار بشاير راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري. الله يا أبو ناصر أيضا من يقدم هملولة مكتوم بن ناصر بن سالم بن عبيد بن مردد. النقلة على المركز الثامن اللي في المركز الثامن وصلت في هذه اللحظات كحال محمد بن علي بن سعيد الاجتبي. وتاسع المراكز هناك مع المسافري مع زعزع أيها الإخوة عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. وفي المركز العاشر أيضا وصلت زريق لمحمد بن سعيد بن عبيد بن خليف الحميري. الكل اقترب من يوم الحدث في ساعة الحدث، ولكن بن مانع سالم بن مانع الغويص السويدي حاضر. النقلة على مشكورة حمد بن الشدي بن حماد الاجتبي. يا بن مانع عروين اللحظات الأخيرة. النقلة على شعار الدرع مع بينونة محمد بن سعيد بن راشد
الدرعي ما شاء الله حاضر سهنية، علي بن عبد الله بن علي بونواس، يا بونواس يا بن مانع يا بن مانع، لديك كثير ولديها الأكثر، لديك كثير ولديها الأكثر، سلام يهملونه، سلام يهملونه، متعود على اليمايل، هم غريب عليك هذا المركز، من غريب عليك هذا الموقع، يشهد لك التاريخ، يقف التاريخ حبا واحتراما وحبات الرمل، تتراقص طربا ولكن شوف وعد حمد بالعصر بالحب العامري العامري العامري، مثل ما فاجانا في انطلاقات سن العجايج ايضا ياتي مع انطلاقات سن اللقايه، وعد ايها الاخوه، هل سوف تثبت الوعد؟ اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، بالحب بالحب بالحب، ولا هناك من مانع، بالحب 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 بالحب، اللحظات الاخيره نحيلها للجنة والوثاني المراكز المركز الثاني. مستمعينا الاعزاء، الى السيد حمد بن سيدي بن حماد الشتبي المركز الرابع، اللي في المركز الرابع ايها الاخوه هناك حال محمد بن علي بن سعيد الشتبي، وفي المركز الخامس عند اللجنه المنظمه، اللجنه المنظمه لهذا السباق، خامس المراكز بينونة محمد بن سعيد بن راشد الدرعي. الله يا بالحب، الله يا بن مانع، لحظات جميلة، حتى اللحظات الأخيرة، حتى الرمق الأخير، ولكن خط النهاية يبقى الكلام الأول والأخير عند لجنة خط النهاية، عامر بن سلطان الهاشمي سوف يقر لحظاته الناموس والجميلة، إلى أين سوف تذهب؟ هذا والعلم عند الله، وعد في اللحظات الأخيرة، حمد بالعصري بالحب العامري، وأيضا هناك هملولة لسالم بن مانع الغويت السويدي، اللحظات الأخيرة، نعم وعد، أثبتت وعودها أيها الإخوة مع جميلها مع محبها حمد بالعصري بالحب العامري. التوقيت الزمني بقول ما شاء الله 6 دقائق 3 ثواني، وفاء وتماما، تهانينا لحمد بالعصري بالحب العامري.